يعد القمر ثاني أسطع جسماً في سماء الأرض، لكن عند مقارنته بالأجرام الفلكية الأخرى يصبح القمر أحد أظلم الأجسام وأقلها انعكاساً. يبدو قمرنا الطبيعي ساطعاً بسبب قربه من الأرض، ومن باب المقارنة يبدو كوكبنا أكثر سطوعاً عند النظر إليه من الفضاء، وذلك لأن السحب والجليد والثلوج تعكس ضوءاً أكثر من أغلب أنواع الصخور. سطح ترايتون قمر نبتون مغطاً بعدة طبقات من الجليد، ولو حل هذا القمر مكان قمرنا الحالي فستصبح سماء الليل أسطع بسبع مرات. يبدو القمر أكبر كلما اقترب من الأفق، وتسمى هذه الظاهرة وهم القمر. وتزعم إحدى النظريات التي تشرح هذه الظاهرة أن الغلاف الجوي يلعب دور العدسة المكبرة، مما يجعل القمر يبدو أكبر. لكن في الحقيقة، لو كان للغلاف الجوي علاقة بالظاهرة، فإن القمر سيبدو أصغر وليس أكبر. يعتقد معظم العلماء أن الوهم من صنع عقلك، وقد يزيد حجم القمر أكثر من مرتين. عندما يكون قمر الأرض عالياً في السماء، لا تتوافر لديك أي إشارات مرئية حول مدى بعده، لكن عندما يقترب من الأفق يمكنك رؤية الأشياء المحيطة به بالتفصيل، مما يجعل القمر يبدو أكبر حجماً. لكن هذا التفسير واحد من عدة نظريات تشرح هذه الظاهرة. بالمناسبة، يمكنك التخلص من هذا الوهم إن انحنيت للأسفل ونظرت إلى القمر بالمقلوب عبر ساقيك. قبل عامين أو ثلاثة أعوام، سحب كويكب إلى مدار الأرض وبدأ في التجول حول الكوكب. ورغم أن حجمه ليس أكبر من حجم سيارة عادية، لكنه لا يزال يمثل مشكلة كبيرة. من بين أكثر من مليون كويكب معروفين لعلماء الفلك، هذا ثاني كويكب يدور حول الأرض. أطلق عليه اسم 2020 CD3، وهو قمر الأرض الصغير المؤقت. لكنه لن يبقى مع كوكبنا لوقت طويل. يتبع هذا الكويكب مداراً عشوائياً وينجرف مبتعداً عن كوكبنا ببطء. الأجرام المنجذبة للأرض مؤقتاً مثل كويكب 2020 CD3 نادرة، يجب أن يكون لها اتجاه وسرعة معينان لتسحبها جاذبية الأرض. أما فيما عدا ذلك، تصطدم هذه الأجسام بالكوكب أو تطير في اتجاه آخر. تعد الظاهرة القمرية العابرة أحد أكثر الأشياء الغامضة التي تحدث على سطح القمر، وهذه الظاهرة عبارة عن ضوء أو لون أو تغير آخر قصير المدى يحدث على سطح القمر، وفي الغالب تكون ومضات عشوائية من الضوء. يراقب علماء الفلك هذه الظاهرة منذ الخمسينيات، ولاحظوا أن هذه الومضات تحدث بشكل عشوائي، تحدث عدة مرات في الأسبوع في بعض الأحيان ثم تختفي لعدة شهور، يدوم بعضها لبضع دقائق فقط، لكن يستمر البعض الآخر لساعات. في عام 1969، وقبل هبوط أبولو 11 على سطح القمر بيوم واحد، لاحظ أحد المشاركين في البعثة أن مكاناً واحداً على القمر كان مضيئاً بشكل أكبر من المناطق المحيطة به، وبدا كأن هذا المكان كان له إشعاع ضوئي خاص به. لكن للأسف لا نزال نجهل ما إن كانت هذه الظاهرة مرتبطة بالومضات القمرية الغامضة أم لا. قد تتواجد المعادن مثل التيتانيوم أو الحديد في الفوهات القمرية بنسب أكثر مما اعتقده علماء الفلك. ما المشكلة الرئيسية في هذا الاستنتاج؟ أنه يتناقض والنظرية الرئيسية عن كيفية تكون القمر. تقول هذه النظرية إن قمر الأرض انفصل عن كوكبنا بعد اصطدامه بجسم فضائي ضخم. لكن في هذه الحالة، لماذا تحتوي قشرة الأرض قليلة المعادن على أكسيد الحديد أقل بكثير مما في قشرة القمر؟ قد يعني هذا أن القمر قد تشكل من مادة تتواجد في أعماق كوكبنا، أو أن هذه المعادن ظهرت بينما كان سطح القمر المنصهر يبرد ببطء. تعادل جاذبية القمر حوالي 17% من جاذبية الأرض. إن كان وزنك 90 كيلوغراماً على الأرض،
سينخفض وزنك إلى 15 كيلوغراماً فقط على القمر، كما ستتمكن من حمل أشياء أثقل بست مرات مما يمكنك حمله على الأرض. كما سيصبح المشي أسهل على سطح القمر، لكنه سيكون أخطر أيضاً. داخل بدلة الفضاء الثقيلة، ستغرس قدماك في تربة القمر حتى عمق 15 سنتيمتراً. لكن لنتخيل أنك قررت القفز في الهواء بدل عملية المشي الشاقة. في هذه الحالة، قد تفقد السيطرة على قفزاتك بعد وقت قصير. إلى جانب ذلك، فسطح القمر مليء بفوهات عميقة، وسيصعب عليك تجنبها جميعاً. اكتشف علماء الفلك قبل فترة كتلة ضخمة من مادة غامضة مخبأة تحت سطح جانب القمر البعيد، وتعادل كتلتها كتلة كومة معدن يتعدى حجمها 5 أضعاف جزيرة هاواي الكبيرة. تقع هذه الكتلة الغامضة على عمق 322 كيلومتراً من فوهة ضخمة ظهرت على سطح القمر قبل مليارات السنين، ومن المحتمل أن تكون لها علاقة باصطدام هائل. وقد تكون النواة المعدنية للجسم الذي اصطدم بالقمر في ذلك الوقت. العلماء متحمسون لوضع أيديهم على هذا الاكتشاف، فقد يفسر هذا أشياء كثيرة عن حفرة حوض القطب الجنوبي آيتكين، وهي أكبر حفرة معروفة في النظام الشمسي. لو كانت هذه الحفرة على الأرض، فسيمتد حوضها بيضاوي الشكل من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة إلى ولاية تكساس. لا يوجد هواء على قمر الأرض، لكن في هذه الحالة كيف يظهر الصدأ على سطحه؟ اكتشف العلماء وجود مادة الهيماتايت على سطح القمر، وهي نوع من الصدأ. فحصت أداة بحث خاصة تابعة لوكالة ناسا الضوء المنعكس من سطح القمر، وتبين أن بنية قطبي القمر مختلفة تماماً عن بقية المناطق. تتخلل سطح القمر صخور غنية بالحديد، لكن بدون الأكسجين والماء السائل فمن المستحيل أن يظهر الصدأ، كما تزيد الرياح الشمسية من هذا الغموض، فهي تقصف القمر بالهيدروجين الذي يصعب من عملية تكون الهيماتايت. لكن رغم عدم وجود غلاف جوي في القمر، فلا يزال يحتوي على كميات ضئيلة من الأكسجين مصدرها غلاف الأرض الجوي العلوي، كما تحمي الأرض القمر من حوالي 100% من الرياح الشمسية، لكن ليس بشكل دائم. ورغم جفاف القمر الشديد، قد يوجد ماء متجمد في الفوهات المظلمة على جانبه البعيد. القمر ليس جسماً كروياً مثالياً، بل بيضاوياً. بالإضافة إلى ذلك، يقع مركز كتلته على بعد 1.5 كيلومتر تقريباً من مركزه الهندسي. الأرض والقمر يتباعدان تدريجياً ببطء نمو أظافرك، وهذا الجانب الآخر لقوة جاذبية قمرنا. يخلق القمر المد والجزر في محيطات الأرض، ثم تنجذب إلى القمر وتزيد سرعته، وينقل هذا بدوره القمر إلى مدار أعلى. وفي عصور ما قبل التاريخ، كان القمر أقرب بكثير إلى كوكبنا من موقعه الحالي. لكن الخبر الجيد أننا لن نفقد القمر، فكلما ابتعد القمر كلما ضعفت قوة جاذبيته، مما يعني أنه بعد فترة قصيرة لن يبعد كوكبنا القمر بمثل هذه القوة. النشاط داخل القمر ضئيل للغاية، إلى جانب ذلك لا يوجد أي غلاف جوي تقريباً، لذا يمكن للعلماء تتبع آثار الفوهات المتناثرة على سطح القمر منذ مليارات السنين. أثناء تأريخ الفوهات، اكتشف علماء الفلك أن القمر إلى جانب الأرض قد مر بقصف شديد متأخر قبل حوالي 4 مليارات سنة. يعرف هذا الحدث أيضاً باسم الكارثة القمرية، واستمرت هذه الفترة لمئات ملايين السنين. وخلال هذه الفترة اصطدم عدد كبير جداً من الكويكبات بالأرض وبعطارد وبالمريخ وبالزهرة. قد تكون هناك متاهة من قنوات حمم بركانية على القمر. قبل فترة تلقى علماء الفلك نتائج دراسة طبوغرافية لتضاريس القمر الجوفية،
اكتشفوا وجود كهف ضخم تحت سطح القمر يبلغ طول الكهف حوالي 48 كيلومتراً وعرضه 96 كيلومتراً. وقد يكون هذا الكهف ناتجاً عن نشاط بركاني عمره 3 مليارات سنة. بعد تصلب تيارات الحمم البركانية تكونت قشرة صلبة سميكة من الخارج، لكن في الداخل استمرت الحمم في التدفق وإذابة الصخور وتشكيل أنفاق وكهوف. قد تكون الحفر الكثيرة التي اكتشفتها وكالة ناسا على سطح القمر عبارة عن فتحات قنوات الحمم البركانية. مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً بل بيضاوياً، لهذا السبب تتراوح المسافة بين كوكبنا والقمر ما بين 362 ألف كيلومتر إلى أكثر من 402 ألف كيلومتر. النشاط الزلزالي داخل القمر ضئيل للغاية، ومع ذلك فالزلازل القمرية الصغيرة التي تسببها جاذبية الأرض تحدث أحياناً على عمق عدة كيلومترات من سطح القمر، وتظهر بعدها تصدعات وشقوق صغيرة على سطح القمر وتنبعث الغازات منها. يزدان سطح القمر بملايين الفوهات، لكن شيئاً آخر لفت انتباه كافة العلماء، حفرة نادرة وعملاقة تبين أنها أنبوب عثر عليها بينما كانت المركبة اليابانية التي تدور حول القمر تجمع البيانات من حول مدخل الأنبوب، ووجد الباحثون نمطاً لصدى يشير إلى وجود منطقة جوفاء، واكتشفوا المزيد من أنماط الصدى في أماكن قريبة من الحفرة، لذا قد يكون هناك المزيد من الأنابيب القمرية. يتسع هذا الأنبوب الهائل لملعب كرة قدم، ويمكن للحفرة ابتلاعه بالكامل، كما أن شكله عشوائي وقطره 130 مترا. يعتقد العلماء باحتمالية وجود كهوف سرية أو نظام أنفاق أو أرض جيولوجية عجيبة تحت السطح. قد تكون الحفرة ملجأ مثاليا لرواد الفضاء الذين يهبطون على سطح القمر أو مرسى للمستعمرات القمرية. لم ينجح أحد في البقاء على القمر لأكثر من 3 أيام بسبب الظروف الحالية على سطح القمر. تفاوت درجات الحرارة كبير، والغلاف القمري منخفض، ولا وجود لحقل مغناطيسي يحمي الأشكال الحياتية على سطحه من العوامل الخطرة مثل الإشعاع والشمس الحارقة. يرتدي رواد الفضاء بالذات الفضائية، لكنها لا تحميهم لفترات طويلة من الزمن على عكس أنبوب الحمم البركانية. حينما تبرد الحمم البركانية تحصل على قشرة صلبة تزيد من سمكها وتخلق سقفا فوق تلك الحمم البركانية ذاتها. تواصل الحمم التدفق، لكن حينما تتوقف يمكن تصريف محتوى القناة وبالتالي الحصول على أنبوب فارغ. يحتوي كوكبنا أيضا على أنابيب حمم بركانية، لكنها ليست كبيرة مثل الذي عثرنا عليه على سطح القمر. ثم تنوع خاص من الأشجار يسمى شجر القمر، وينبت من البذور التي أخذت إلى الفضاء خلال المهمات ومن ثم أعيدت إلى الأرض. يمكنك العثور على هذه الأشجار في الولايات المتحدة. الأرض أكبر من القمر بنسبة 27%، وأثقل منه بكثير، ومستويات الجاذبية هنا أقوى أيضا. إن أسقطت صخرة على الأرض ستقع بشكل أسرع، و68 كيلوغراما على سطح الأرض تعادل 11 كيلوغراما على سطح القمر. تدور حول الأرض آلاف الأقمار الصناعية، لكننا لا نملك سوى قمرا طبيعيا واحدا. تشكل قمرنا خلال الاصطدام الكبير بين الأرض وكوكب ثاني بحجم المريخ. حدث ذلك قبل 4.6 مليار سنة بعد تكون الشمس ونظامنا الشمسي بوقت وجيز، وبعد الاصطدام دخلت سحابة من الصخور المتبخرة إلى مدار كوكبنا وبردت وتحولت إلى حلقة من الأجرام الصغيرة والصلبة، ولاحقا تجمعت وأصبحت القمر الذي نراه اليوم، لكنها تركت الفوهات كتذكار على حادث الاصطدام. إن وقفت على سطح القمر سيكون ظلك أغمق مقارنة به على الأرض، وهذا لأنه ما من غلاف جوي لنشر الضوء وخلق ظلال أفتح. أحد أقمار المشتري آيو يضم مئات البراكين والثورانات العنيفة التي ترسل في العادة أعمدتها لعلو 400 ألف كيلومتر في الجو. تحدث هذه الانفجارات بسبب الجاذبية الهائلة التي يخضع لها القمر. تنسحق أجزاؤه الداخلية وتسترخي في الفترات التي يقترب فيها من المشتري أو يبتعد عنه، الأمر الذي يولد طاقة كافية لتحفيز الثورانات البركانية. الأقمار ليست للكواكب فقط،
فحتى الأجرام الفضائية الصغيرة لها أقمار. في سنة 1993 اكتشف الباحثون كويكبا بقطر 32 كيلومتر وقمره بعرض 1.6 كيلومتر. ستحتاج إلى 400,000 قمر حتى يضاهي نورها سطوع نجمنا المركزي الشمس. يعكس القمر الضوء الذي يصله من الشمس، لكنه لا يولد ضوءه الخاص، وتعتمد درجة السطوع على الزاوية بين القمر والأرض والشمس. يبعد عن القمر حوالي 32 أرضاً و29 أرضاً في أقرب نقطة له من كوكبنا. حينما تكون السماء مظلمة وصافية، تشعر كأن بمقدورك لمس القمر الكامل، لكن إن كنت تود فعل ذلك حقاً، فعليك السفر لمسافة 400,000 كيلومتر. ومع ذلك، ثمة مياه على سطح القمر، ليست بركاً أو بحيرات، بل قطرات ماء متجمد يتواجد بشكل دائم في الأجزاء المظلمة بالقرب من قطبي القمر. يعتقد العلماء بأن الماء وصل إلى القمر في قديم الزمان، خلال الفترة التي اصطدمت فيها الأرض ومعها القمر بالكثير من الكويكبات والمذنبات التي تحمل المياه الجليدية. ربما ساعدتنا هذه العملية أيضاً في اكتساب بحيرات ومحيطات على سطح كوكبنا، كما سببت المياه الجليدية على القمر. تفيد الأبحاث الحديثة بأن الجزء الداخلي للقمر يحتوي على مياه أصلاً، وأنه صعد إلى السطح مع الانفجارات البركانية. ربما حدث الشيء ذاته على سطح كوكبنا. من بين 200 قمر في نظامنا الشمسي، قمرنا هو خامس أكبر الأقمار. قمر المشتري غانيميد هو الأكبر، ويفوق وزن قمرنا بحوالي مرة ونصف. كانت أبولو 11 البعثة التي هبط فيها الإنسان لأول مرة على سطح القمر. كانت لحظة تاريخية، وبثت لكل بلاد العالم، لكنها كادت تتوقف بسبب عاصفة هوجاء هبت في أستراليا آنذاك. وضع صحن باركر هناك، واعتمدنا عليه لاستقبال إشارات البث من القمر. القمر ليس دائري الشكل تماما، بل أشبه بالبيضة، والجانب السميك يتوجه نحونا، وقد اتخذ القمر هذا الشكل بسبب دورانه. يمكن للقمر الكامل أن يبقيك يقظاً، إذ أظهرت الدراسات بأن الناس لا يغطون في نوم عميق، ويستغرقون وقتاً أطول في الانجراف إلى عالم الأحلام حينما يكون القمر كاملاً. لا يتعلق الأمر بسطوعه، بل بالدورات القمرية التي تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم. في كل سنة، يبتعد القمر على الأرض بسبب التفاعلات التي تحدث بين جاذبية القمر ومحيطاتها. في السنة الواحدة يبتعد حوالي 4 سنتيمتر، مما يعني أنه بعد 600 مليون سنة سيصبح أبعد من الأرض بنحو 23,500 كيلومتر مقارنة بالوقت الحالي. لم نتوصل إلى هذا العدد بمحض الصدفة، بحلول ذلك الوقت لن نشهد أي كسوف شمسي. لم يطأ الإنسان القمر منذ عقود، لكن آثار الأقدام لا تزال واضحة هناك لأن الرياح لا تهب على القمر، ويمكن أن تظل هناك لملايين السنين. للقمر منطقته الزمنية الخاصة وتسمى التوقيت القمري المعياري. الوقت مختلف على سطح القمر، لذا فإن السنة هناك مقسمة على 12 يوماً، مع اعتبار أن كل يوم بطول شهر على كوكبنا. سميت الأيام بأسماء رواد الفضاء الذين مشوا على القمر، وتبدأ الرزنامة القمرية في اللحظة التي مشى فيها نيل أرمسترونغ على سطح القمر في سنة 1969. ثمة مصادر طاقة محتملة لكائنات حية على أحد أقمار زحل، فهو يحتوي على محيط تحت سطحه، وقد يرعى تفاعلات كيميائية شبيهة بتلك التي ساعدت في انبثاق الحياة على سطح كوكبنا. تواجدت البراكين النشطة على القمر، غالبا خلال عصر الديناصورات، وتصلبت الحمم البركانية المنصهرة على سطحه قبل مليارات السنين، الأمر الذي ساعد في خلق فوهات قمرية مميزة، لكن البراكين ظلت خامدة. يشهد القمر هزات أرضية أو ما تسمى الزلازل القمرية، وعلى غرار كوكبنا للقمر قشرة تتحرك وتتغير مع الوقت، تظهر الاهتزازات حينما تسخن القشرة وتتمدد، أو قد يكون سبب اصطدامات نيزكية. ليست الزلازل القمرية بقوة الرجات الأرضية على كوكبنا، لكنها قد تدوم لوقت أطول، بما أن القمر يفتقر للمياه التي تحد من الاهتزازات الزلزالية. تفاوت درجات الحرارة على القمر كبير لأنه يخلو من أي غلاف جوي. خلال النهار يمكن أن تصل الحرارة إلى 93 درجة مئوية، لكنها تكون في قطبيه حوالي سالب 240 درجة مئوية. في سنة 2019 اكتشف رواد الفضاء ظاهرة فضائية غريبة. بينما كان القمر يتحرك أمام الشمس،
بدا كأنه توقف للحظات ومن ثم بدأ يتراجع إلى الخلف. إنه وهم بصري كالذي تراه بينما تقود سيارتك في الطريق العام فتمر سيارة أبطأ بجانبك في مرحلة ما بينما تتحرك إلى الأمام، قد تبدو لك كأنها تسير إلى الخلف. القشرة على سطح القمر ليست بذات السماكة في جميع أجزائه، فقد تصل إلى 60 كيلومترا، فيما تكون أرق بكثير في مناطق أخرى. القمر في حد ذاته لا يغير لونه، حينما تمر أشعة الشمس عبر غلافنا الجوي تنعكس على القمر وتجعلنا نراه ورديا أو أحمر اللون، وعادة ما ترسل جزيئات من الغبار إلى غلافنا الجوي، فتمنح القمر لمعانا برتقاليا في وجود أشعة الشمس. ليس للقمر جانب مظلم، بل إنه مجرد جانب بعيد، لا يمكننا رؤيته من الأرض. يدور القمر حول محوره مرة واحدة ويكمل دورة حول الأرض في الوقت ذاته، لهذا السبب لا نرى سوى جانبا واحدا طوال الوقت. كل كوكب في نظامنا الشمسي يصاحب قمرا واحدا على الأقل، ما عدا عطارد والزهرة. كتلة عطارد أقل من كتلة كوكبنا، لذا فإن قوة جاذبيته أقل حوالي 38% من جاذبية الأرض، وهذا يعني أن 45 كيلوغراما على سطح الأرض تعادل 17 كيلوغراما على سطح عطارد. بسبب الجاذبية الضعيفة وقرب الكوكب من الشمس، لن يتمكن عطارد من الحفاظ على قمر خاص به. ربما سيصطدم القمر بعطارد أو يدخل المدار حول الشمس، وحتى أنه قد يسحب ناحيتها، وكوكب الزهرة لا قمر له بسبب قربه هو الآخر من الشمس.